السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دين سلام يا خيار إيميل كسدات كتشوك تان دوني دافي هيدا هل كان وحان وهل لينا إن أرين كسافسا صدقة ساد أكتهي وحان كجرنا بشي فضل قبضنيد إيه رمضان مركا وحان هل كان كجهل لينا أفضل عمل رمضان أعماش أقوانا كسين أولا قبضو بشي رمضان وحاكم إذا صدقة سيدا دراتي صدقة وشي مهمة أن كد دالنا صدقة سببتها كان رسول صلى الله عليه وسلم وحوها أقوى الناس متكدتك أقوى سخصا وأقوى صدقة أبدا. وكان رسول صلى الله عليه وسلم أقوى ما يكون محوها متك أقوى سخصا إن يعني رمضانك أقوى خيرك أبدا. سيدا درادد رسولك علي صلى الله عليه وسلم أو الله أدافي دم بيجيس كي سهر مريه كي دنبابا أو أها خير خلق الله أو خاتم النبيين أها أيا دتك أقول صدقة بنا محان أنا كان نقولها بون إن أن كنت ينو أو أن رسولك عليه تو أن كنت ينو صلى الله عليه وسلم أو أن صدقة سنو وحي أن أهودنا صدقة ماها إن العق ملايين لبحدد هل شيء من آيات صدقة سنكرتا كلمة وناكسنا دهد دوا صدقة قف مسكين ودقر كرت دوا صدقة حيوان كأيجا سوكلو أدار لف أتولد وعنو صدقة كهلي سوابتو قبر أيام بصد أي قود سجنة دي ألا كو تكتي صدقة محاي كو بحضة قف كست أي كو بحضة أو باهن أما مسلم ها هذا أما كافر هذا هدين انت قف قال وقاجي سن أركتد هكيت جنو هدين وقال سببتو النف باهن أو كست صدقة أي كو بحضة أما حيوان ها هذا أما بلا أذن ها هذا سيدا دراتد صدقة مرأة أذن وباهنين و هذا قف مسلم سيسي جنة الله حقوق بدلا مد حرير حقوق بدلا يا صدقة عنتو أضاد لهيد و أد صدقة ستي وحد قوى صدقة عن السوق و بكرين مركز صدقة عن كنت دارنا صدقة و وحفي عن و أدي أد و ناكسن ضدك صدقة بلان و رحمك حريرية ضدك قرابة حريرية ضدك و يقوع عمر ديرهين صدقة دراتيد أن كنت ذالنا بشهر رمضان أو ناكس صدقة إيه وناك قليتو سيدا استرادد رسولك صلى الله عليه وسلم حوراق إن أفضل صدقة صدقة مدى أقو ناكس وصدقة في رمضان كأت صدقة زتد سيدا وكليتو حديث وحاجري روى سيد ابن أسلم عن أبيه قال وحوده سمعت رسول الله أنا سمعت وحان مقلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أردها يقول وحوده أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك علي أن أمري أنا تصدق إنا وح صدقه سنة سيدة درادة عمر مرك رسولك وصدقه أمري وحوله ماذا حوله سبركت ووحوده ما أنت وحان كهر مرايا أبو بكر الصديق أيان كهر مرايا سيدة درادة رسولك اللي وحوكوده هذا حولها جيك أنت عمره محد هيرجع يعرفه هذا وقصة تكتي وحوي جري وحان وقصة تري حوله بركض أنت أنا وكلام وقصة تري هذا نو حائم هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصحابي الجليل كها وحو إما ذي حوله سيارة نوكيانة رسولك قال وحو كجري أبو بكر حولها يا دوسة تكتي عرورت هذه يا غيرك هذه محاد دوسة تكتي وحو جري وحن دوسة تري عليها أبو رتي يا رسولك قال صلى الله عليه وسلم حوله يجينا وكم وان صدق يستي ولا لي ولا ميادا كنت ينين عن أبو بكر صديق رضي الله عنه يا عمر بن الخطاب وحي كم ذهين عشر مبشرين بالجنة طبعاً كجنة اللي وجب الشاري أيه كم ذهائن سيدا ترادد قدوة حسنة أيه نوجس سجناتي سيدا ترتد أيه أو جنة اللي وجب الشاري ووحول بابا الله أبلا قاضي أيه هذا نوحي كود ذلائن صدق هذا أنا كودن بكينا قبطي محاد مدة وإنن كترترنا خيرك أيه صدق هذا وناقص أمرنا أو أن حق الله أن كود ذلنا سيدا ترادد إن صدقة شيء مهمة ذاتك سلف كها سلف الصالح ونقوه الرئي أصحابتك وحيكي وحيكود ذالي جرين يعني وح صدقائستان ويقفك ولا الكوضة أما قفك مسكينك هي عمتو يوحي أودان سيان سيدوك لو حيكود ذالي جرين عبادة اللي وضد وحي هايين عبادة بضي بيشي بركيسنا كجرنا عن عبادة بضينا
ilaahayna kuwii laga aqbalo ha naga dhigo. Sidoo kaleeto xadiis ayaa jiray uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu dhahayo, ayimaa mu'min, qofkii mu'mina oo adcama mu'minan, walaalkii mu'mina oo gaajaysan cunto siiya, adcamaha Allah, alle wuxuu ka quudiyaa min simaari aljanna. Akhi lmuslim wa ukhti lmuslima, miyaadan rabin inuu alle uu ku siiyo oo kaa quudiyo min thimaari aljanna, miraha jannada. Waman saqaa, qof wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam qofkii waraabiya qof walaalkiisa ooman, saqaahu Allah, ilaahay ayaa wuxuu ka waraabiya min raxiiq almaktuum, walmartabadan fiiriya uu alle gaarsiinayo qofka sadaqadan la baxa. Miyaadan rabin inuu ilaahay kaa waraabiyo raxiiq almaktuum, alle wuxuu dhahaa markuu ka hadlayay dadka wax sadaqaysta oo masaakiinta quudiya. Suuratu Insaan wuxuu alle ku dhahaa, wayudcimuuna adacaama calaa xubihi, waxay cunto siiyaan iyagoo ilaahay darti ula baxaya. Dadka masaakiinta ayay quudiyaan, iyo yatiiman, caruurta masaagoonta aabaha lahayn, wa asiiran, iyo dadka lasoo maxaabiista. Waxay u quudinayaan alle darti. Kama rabaan inuu dhaho laa nuriidu minkum jazaan, idinkama rabno bay dhaheen abaalmar iyo ina xoolna siisaan, walaa shakuuran inaad noo mahad celisaan, idinkama rabno ee alle ayaan ka baqaynaa iyo maalinta cadaabtu jirto. Sidaa daraadeed fawaqaahum allahu shara dalika yowman, ilaahay wuxuu ka ilaalinayaa maalinta cabuusan qamdariirka oo dadku kala yaacayaan oo qiyaamo dhibtu jirto. Ayuu alle sadaqaday la baxeen, ayuu ilaahay sharka maalintaas ayuu kaga ilaalinaa. Waliqaahum nadratan suruura, allena wuxuu ku eegayaa il farxad leh. Sidaa daraadeed wajazaahum, alle muxuu ku abaalmarinayaa bimaa sabaruu, waxay dadka kusoo sabreen, jannatan, janno ayuu alle kaga abaalmarinaa, iyo xariir, miyaada rabin inuu alle xariir kuu goglo oo aad jannada alle tagtid. Sadaqada ku dadaala, sadaqadu waa wax muhiima. Alle wuxuu dhahay, tacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan, aan khayrka iyo wanaaga allaha naga dhigo kuwa isku dardaarmo, waxa sharkana ka fogaada. Sidoo kale waxaa jirta yowma laa yanfacu maalin walaa banuun, maalin aan wiilkaaga wax ku tareen, ilmahaagana wax ku tareen, xoolaha soo qaadatana wax ku tareen, ilaa man ataa biqalbi saliin, ilaa qofkii ilaahay qalbi wanaagsan ula imaaday iyo sadaqo. Markaan sadaqada ku dadaalno, qur-aanka akhrigiisa waa sadaqo, ajar baa leedahay iyo xasanaad. Sidaa daraadeed kuwii khayrka isku dardaarma allaha naga dhigo, sadaqadana ku dadaala. Walaal, videoga sii sheergare si qof kale uga faa'iidaysto, subscribe na dheh. Assalaamu calaykum.